أخبار الرياضة، أهلا بكم. شرع القائمون على المدينة الرياضية بطرابلس لتجهيز الملعب الرئيسي لاستقبال مباراة نهائي بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2021 التي ستجمع الاتحاد والأهلي بطرابلس الجمعة القادم الساعة 7 مساء. الديربي التقليدي المنتظر سيدخله كلا الفريقين بنية الفوز والتتويج باللقب وكذلك حسم التأهل لدوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد، باعتبار أنهما ضمنا التأهل لهما كأول وثاني الدوري الليبي. ومن جانب آخر، يمثل الفوز أهمية كبيرة للاعبي وإدارتي الفريقين وجمهورهما باعتباره واحد من أعرق وأقوى مباريات الدوري الليبي الممتاز، الأمر الذي يؤكد أن قمة الجمعة ستشهد منافسة كبيرة وندية عالية كما هي العادة في المباريات التي تجمع هذين الفريقين اللذين وصلا إلى هذه المباراة على حساب الأهلي ببنغازي والأخضر في مباراتي مصراتة وبنينة. يعود ملعب طرابلس من جديد بعد 20 عاما لاحتضان المباراة النهائية الفاصلة لحسم بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك باستقباله لمباراة القطبين الاتحاد والأهلي بطرابلس مساء الجمعة القادم لتحديد هوية بطل الموسم الرياضي 2020-2021. وتعود آخر مباراة نهائية فاصلة احتضنها الملعب العتيق للموسم الرياضي 2001-2002 والتي توج خلالها فريق المدينة بلقب البطولة على حساب فريق التحدي بفارق ركلات الترجيح بحضور الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أحرزه لفريق المدينة علي المليان.